معانا على طول كريم من المعسكر والاحداث والظروف والكواليس والدنيا ماشيه ازاي والحضور الجماهيري وكل حاجه خاصه باللقاء مع كريم. اتفضل يا كريم. كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوبنا طبعا في الاستوديو التحليلي كابتن ماهر همام، كابتن حماده صدقي والكابتن اسامه حسني. الاهلي اليوم على موعد في مباراه قبل النهائي، الاهلي وفاق سطيف الجزائري على استاد السلامه في الساعه 9 ان شاء الله. باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه. نتيجه المباراه دي والمباراه القادمه باذن الله تؤهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه، وهو حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان اعضاء النادي الاهلي. لو بنطمن سريعا كابتن ساك كالعادة على كل الأجواء الخاصة هنا بفريق النادي الأهلي في فندق الإقامة القريب من استاد السلام، الأمور مهيئة جدا. كابتن محمد يوسف مستر باتريس بيفرض سيطرة كبيرة وحالة تركيز كبيرة جدا على لعيبة النادي الأهلي نظرا لأهمية هذه المباراة. يمكن كمان كالعادة بيكون في وجبة غداء في الساعة 2 ظهرا بتختتم بمحاضرة فنية أخيرة لمستر باتريس كارتيرون، بيضع فيها طبعا كل النقاط الخاصة بالمباراة، نقاط القوة والضعف لفريقه وفاق سطيف، وأيضا كمان التكتيك الخاص بالمباراة للتشكيل. لكن زي ما بنقول يمكن كان اعداد جيد للجهاز الفني للنادي الاهلي، تابع اكثر من مباراه لفريق وفاق سطيف فيها فريق وفاق سطيف بنتيجه 1-0، لكن في اختلاف كبير جدا طبعا عن بطولات الدوري الجزائري والبطوله الافريقيه. لكن زي ما بنقول الحاله اللي احنا شايفينها لعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز الكبيره والرغبه ان شاء الله في الوصول الى المباراه النهائيه والحصول على البطوله الافريقيه، ده اللي مخلينا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا النهارده ان هم يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي، وتكون نتيجه مطمئنه ونتيجه مريحه ان شاء الله تساعدنا في مباراه العوده. زي ما انت عارف يا كابتن سيد مباراه العوده هتكون في الجزائر، هتكون مباراه شرسه ومباراه قويه جدا، فبنتمنى النهارده ان شاء الله بالنسبه للمباراه النادي الاهلي يؤدي كل الامور الخاصه فنيا، وباذن الله ينقص التوفيق باذن الله على المولى عز وجل. ايضا كمان بالنسبه لفريق وفاق سطيف، فكان وصل يوم الاحد على متن طائره خاصه، هم مركزين طبعا بشكل كبير، وصولهم لهذه المرحله اكيد طبعا بيحسب للجهاز الفني بقياده كابتن رشيد الطاووسي المغربي، طبعا عامل اداء مميز معاهم بالنسبه للبطوله الافريقيه. وصلوا يوم الاحد تدربوا تدريب اخير على استاد السلام في الساعه 9، كان سابقها مؤتمر صحفي في الساعه 8:30، امور كلها طبعا اعتياديه بالنسبه لاسئله الصحفيين مدى جاهزيه فريق وفاق سطيف، وايضا كمان ذكروا عن عدم حضور الجمهور بالكثافه المعتاده لجمهور النادي الاهلي، هل هيبقى ليه تاثير او هتكون نقطه في صالح نادي وفاق سطيف؟ اكد عليها الكابتن رشيد الطاووس طبعا، وقال اكيد نقطه ايجابيه كبيره جدا ان احنا ما نشوفش جمهور كبير كعدد جمهور النادي الاهلي، لكن اكيد هم بيقولوا ان هم مركزين بشكل كبير، عايزين يحققوا نتيجه، وده اكيد مشروع في كره القدم. لكن اللي احنا شايفينه يا كابتن سيد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او بالنسبه كمان للجهاز الفني في حاله تركيز كبير ان شاء الله تنعكس عليهم في مباراه اليوم، الامور كلها مهيئه ان شاء الله للنادي الاهلي، ينقص التوفيق. كمان ايضا بالنسبه للطاقم التحكيم الاثيوبي اللي هيحكم النهارده مباراه اليوم ان شاء الله كابتن سيد كالعاده نكون مستمرين معاكم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وفرحتنا تكون عقب الفوز الكبير اللي ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي يحققوا النهارده فوز على فريق وفاق سطيف. كابتن سيد عبد الحفيظ.